السلام عليكم متتبعين قناة أمبيلة للرندا، أتمنى والله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. كما شفتوا البنات هذه الخدمة راني خدمتها معكم من البداية ديالها وبنشارك معكم حتى الزواق ديالها. البنات اللي مهتمين وباغين يخدموها إن شاء الله نتبع معكم من الأول. حاجة نتبتوا التوب ديالنا، شدو في النبيت الفيته هنايا، والحرير البنات هذا اللي غنزوق به انا بروم على 3 شهرات، اما اللي خادمه به الخدمه غير على 2 شهرات هو باش خادمه. انا تبت الحرير ديالي هنا، تبتو هنايا وكنجي هنا كنجي لهنايا هاد الوسط هادي ديال هنا قرب لكم شويه باش تبان لكم. ثبتنا الحرير دخلناه هنايا وكنجو كنحسبو، ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه، يعني الرابعه غندخل فيها البره ديالي انا. غير تشدوا الوسط خرجوه نفس البلاصه هنايا باش ملي تبغوا تزوقوه كيا يجيكم ساهل، يعني يجيك الخدمه في اتجاه ديال يديكم على هذه الطريقه. ديما خرجوا من هنا ودخلوا هنايا دخلو تاني، غير هاد العوينات كتبعوهم، يعني ملي كتحسبو الخدمة ديالكم راه كتجي هكا ساهلة. عاودو مرة أخرى تاني، كنبقاو نمشيو غير في هاد 4 سطور هادو اللي هزينا كنمشيو فيهم. نعود مرة أخرى تاني، ضربة تاني، آخر وحدة اللي بقات لينا دخلوا وغنجو الاتجاه الاخر هاد الاتجاه هذا. وكنشوف فوق من هاد العين الاولى اللي درنا فوق منها هنا نفوتوها، هي شادين فيها هنا نفوتوها نجي نشدو هنا ندخلو البره هنايا نعاودو المرة أخرى تاني نعود تاني كتستمروا غير على هذه الطريقه حتى غتكملوا الطرز ديالكم.
اخر وحده اللي بقات لهنا هكا باش ما كتلاقوش، باش كتجيكم هكا البيسه كتحكموا فيها. نجي نشد الوسط عاوتاني، نفوت هاد السطر بيناتهم كما شفتوا، نفوت هاد السطر بيناتهم ونجي ثاني نحسب واحد ها جوج ها ثلاثه اربعه، الرابعه كندخل فيها البره ديالي نخرج هكا فوق منها باش نبقى نتحكم في الخدمه ديالي تجيني سهله. فوق منها ندخل نجي الاتجاه الاخر تاني فوق من هذه، دخل الابره ديالي يعني ملي كتكونوا حاسبين هنايا راه تجيكم نفس الزواقه، ما كتجيكمش تجيكم نفس الزواقه قاده. اخر وحده اللي بقات لينا خرجنا الحرير هنا في الوسط ديالها وكنجيو نحسبوا واحد جوج ثلاثه، يعني ثلاثه اللي غنهزوا في هذه وندخلوا هنا الاتجاه الاخر ونفس الطريقه كنجيو تاني كندخلو هنايا كنجيو ننتقلوا للجهه الاخرى نفس البلاصه بحال ما هكايا نفس الطريقه تاني غنجيو نحسبو هنا البنات كيما درنا في هذه غنجيو نحسبو ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ربعة وكندخلو البرة ديالنا فوق منها مهم. هذه هي الزواق اللي شاركته معكم هنا البنات كما شفتوا، اتبعوا غير هذه الطريقه حتى غتزوقوا البياسه ديالكم كلها. كان هذا هو الدرس ديال اليوم، والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.